بين الثنائي اليوفي وكذلك نادي الانتر ولنسى ايضا في هذه الكره. هنا التسديده، تسديده خطيره، جول جول اول للريكا، بوليتش يا روعه الهدف، بوليتش بطريقه ذكيه وبطريقه ممتازه، تركيز ولا اروع من بوليتش الذي يفتتح باب التهديف في حدود الدقيقة السابعة لفائدة نادي ريكا. أكيد سنتابع لعادة مشاهدينا الكرام لروعة الهدف ولجمالية اللقطة. شوف بوليتش، شوف تركيز أكثر على يوفي إنتر ربما، بينما هنا التسديدة لكن مرت أجانب. التفكير أكثر في الإنتر ونابولي واليوفي، لكن عديدون نسوا روما والفريق العاصمي الذي يتسلق مراتب الدوري الإيطالي، لكن غياب الحافز الحقيقي الذي يجعله يكثف من هجوماته ويزيد من ضغطه ويرفع إيقاع. كل هذه الأمور تغيب عن نادي الميلان أكثر من ذلك. الرياكة كان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني، هذه الإعادة مرة أخرى الضربة الرأسية الماضية، لكن الكرة بعد ذلك يتواجد حاليا في المركز العاشر في السيريا، بينما لدينا كرة وفرصة، فرصة جول، ضاعت الفرصة. أخيرا ميلان يهدد، أخيرا ميلان كان قريب من التسجيل. شوف الإعادة، كوتروني هنا يحصل الكرة بشكل ممتاز يرفعها. لأندية الدوري الأوروبي أقل بكثير من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ربما يكون هذا سبب من الأسباب، ولكن رمزيا وكقيمة لهذه الكأس مرة على الجهة اليسرى لفائدة تشوتا، يمررها بشكل ممتاز كفيزيش، عرضية، جول 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 ثاني للريكا. جملة تكتيكية من أروع ما يكون، جابرانوفيتش يتوج هذا المجهود الجماعي بهدف رائع، هدفين مقابل شيء. ريكا نعم يقصو على الميلان مع طرقي الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، سيناريو لم يكن متوقع، فقط دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني. شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، جودا يحضرها لتبريشيا، حاضر في الجهة اليمنى، كرة مرفوعة خطيرة، متابعة ممتازة، متابعة ممتازة من حارس المرمى. هنا أول ردة فعل لميلان على إدري، كرة جانبية، لكن التصدي كان حاضر أيضا. الكأس السابعة في مسيرة هذا النادي، بينما كرة مرفوعة فرصة. طبعا الإنزاغي لم يكن الوحيد، كان معه جينارو غاتوزو، باولو مالديني، ديدا، سيدورف، نيستا، بيرلو، كاكا، يسعى لتنفيذ بيليا، بيليو مرة جانبية بنفس الطريقة اللي سدد بها بوليتش. الفرق هو أن بوليتش كان محظوظ، لأن الكرة لمست القائم قبل أن تدخل في نفس المكان وفي نفس الزاوية. نعم الفرق بين بوليتش